ونحن نرحب في أسرة المعالي كذلك في ضيفنا الجديد فضيلة الشيخ عثمان محمد الخميس. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حياك الله بارك الله. هذه الحلقة كما ذكرنا قبل يعني مداخلة الشيخ حسن الحسين، أن هذه الحلقة بإذن الله تعالى هي خاصة للذود عن نبينا، عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن عرض يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديق بنت الصديق، وهو أيضا يعني حلقة خاصة في الرد على ذلك المدعو ياسر الخبيث في تعديه على أمهات المؤمنين. فضيلة الشيخ، نريد أن نبدأ هذا يعني السؤال معك، ألا وهو فضيلة الشيخ، ماذا يريدون من النيل من عرض نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يرمون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلن يرضى اليهود ولن يرضى النصارى ومن كان على شاكلتهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وهم يريدون النيل منه من قريب أو بعيد، في ذاته أو عرضه. ولذلك أنا أتصور أن هؤلاء الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة لا يريدونها، وإنما يريدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لا يجرؤون أن يعلنوا هذا صراحة، وأنهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتوا من باب آخر، أتوا من باب الطعن في أمنا عائشة زوج النبي وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فأتصور أن الدين هو المقصود، ليست عائشة أبدا، وإنما عائشة هي مطيتهم التي يريدون من خلالها أن يصلوا إلى الطعن في دين الله تبارك وتعالى. هم يريدون قطع أوصال السنة، الطعن في الصحابة، الطعن في أمهات المؤمنين، إذا من نقل لنا السنة؟ هكذا هذه قالها أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى قبل مئات السنين. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. فعائشة رضي الله عنها هي يعني من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تجاوزت رواياتها 2000 رواية ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك روت فضائل أهل نعم البيت. نعم، فإذا أبطلوا عدالتها أبطلوا يعني جزءا كبيرا من الدين حقيقة. فلذلك أنا أتصور أن هؤلاء يريدون الدين، لا يريدون عائشة، وإنما عائشة جعلوها وسيلة لتحقيق غاية عظيمة. وأظن هؤلاء وكثير منهم يرى أن الغاية تبرر الوسيلة. وأظن هؤلاء 7 الذين الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا فوق 1000، لعل معظمهم في قائمة لا شك التكفير. نعم نعم نعم، نعم مطعون بهم عندهم. نعم، هم الآن ينسفون بابا كبيرا من باب الفقه والأحاديث السنة عن طريق حذف أحاديث فقه النساء، أحكام نعم النساء. نعم، طبعا عائشة رضي الله عنها لم تنقل فقط فقه النساء، وإنما هذا لا شك أنه باب عظيم، يعني أكثرنا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في نقله وذكره، ولكن نقلت أيضا شيئا عظيما جدا في الدين بشكل عام، ليس خاصا بهذا، بل هي إحدى رواة السنة، وهي راوية للقرآن الكريم، ولا يعلم في نساء الأمة منذ حواء إلى يومنا هذا امرأة أعلم من عائشة، ولن تكون امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر، كما يقول أبو موسى الأشعري، كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم أمر سألوا عائشة فوجدوا عندها علمه. أحسن الله رضي الله عنها وأرضاه.